بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، قعدنا النهاردة مع درس Multiplying and Dividing Rational Numbers. قبل ما نتكلم أو نفكركم، لأن Multiply and Dividing of Rational Numbers أنت سبق ليك وتعلمته قبل كده في المرحلة الابتدائية، يعني مفيش كلام جديد خالص غير هو ان احنا نفتكر كنا الحاجات دي بنعملها ازاي واستخدامات للبروبابيلتيز اللي هنقولها. فبنفكرك اول حاجه في المالتيبلاي، لما يكون عندك تو نمبرز راشونال او غير راشونال كمان، يعني في العموم كده، وان كان احنا كلامنا مخصص على الراشونال نمبرز، التو نمبرز لو كان هما الاثنين هاف ذا سيم ساين، يعني هما الاثنين بوزيتيف او هما الاثنين نيجاتيف، يبقى الريزلت بتاعت التايمز بتاعتهم بوزيتيف، وبرضه ريزلت الديفايدد بوزيتيف. لكن لو كانوا التو نمبرز ديفرنت اون ساين، يعني واحد فيهم بوزيتيف وواحد فيهم نيجاتيف، تبقى ريزلت التايمز نيجاتيف وريزلت الديفايدد نيجاتيف. يعني انا دلوقتي اما اقول لك بوزيتيف تايمز بوزيتيف يبقى بوزيتيف، وبرضه بوزيتيف ديفايدد بوزيتيف تبقى بوزيتيف، نيجاتيف تايمز نيجاتيف تبقى بوزيتيف، نيجاتيف تايمز نيجاتيف بوزيتيف، ونيجاتيف ديفايدد نيجاتيف بوزيتيف. تمام؟ يعني خد بالك، مثلا انت عندك نيجاتيف 2 اوفر نيجاتيف 3 دي كده هي نفسها 2 اوفر 3. تمام. بوزيتيف تايمز نيجاتيف يديني نيجاتيف، وبوزيتيف ديفايدد نيجاتيف يديني نيجاتيف، نيجاتيف تايمز بوزيتيف يديني نيجاتيف، نيجاتيف تايمز ديفايدد بوزيتيف يديني نيجاتيف. يبقى اختصارا كده عشان ما تتوهش في القصه دي وما تنساهاش ابدا، التو نمبرز هاف ذا سيم ساين، يبقى الريزلت بوزيتيف، ده للتايمز وللديفايد، مالناش دعوه بالبلس والماينس. تمام؟ يبقى لو الاثنين هاف ذا سيم ساين يبقى الريزلت ايه؟ بوزيتيف، سواء تايمز او ديفايد، واحد فيهم بوزيتيف وواحد فيهم نيجاتيف، تبقى الريزلت سواء كان تايمز او ديفايد هتبقى الريزلت نيجاتيف. نفتكر مع بعض التايمز كان بيتعمل ازاي. لو انت عندك A over B عايز تعمله تايمز C over D، هنا بتعمل النومريتورز تايمز مع بعض والدومريتورز تايمز مع بعض، يعني A تايمز C over B تايمز D. يعني مثلا جايب لك 3 over 4 عايزين نعملها تايمز نيجاتيف 5 over 7، مفيش اي مشكلة، تعمل 3 تايمز نيجاتيف 5 وتكتب الاجابة نيجاتيف 15، والدينومينيتور 4 تايمز 7 ايكوال 28. طيب لو جاي لي نمبر زي ده كده وعاوز اعمله تايمز، لازم ال 1 اند هاف ده تخليه البروبر فراكشن، اللي هو كنت بتخليه ازاي؟ بتعمل 2 تايمز 1 بلس 1، يعني النمبر ده الدينومينيتور تايمز الهول ده، وبعدين بلس النومينيتور ده يديك النومينيتور اللي هنا، فانت كده حولته لامبروبر فراكشن. 2 تايمز 1 ايكوال 1 بلس 1 ايكوال 2 تايمز 1 ايكوال 2 بلس 1 ايكوال 3، يبقى ال 1 اند هاف ده اللي هو 3 اوفر 2. طبعا هنعملها تايمز 3 اوفر 5، يبقى النومريتور تايمز النومريتور 9، النومريتور تايمز النومريتور ايكوال 10. دي طريقه الملتيبلاي اللي انت عارفها، مفيش جديد يعني. البروبابيلتيز برضه مفيش جديد. اول حاجه الكلوجر بروبابيلتي، if a belong to q، يعني اي rational number b belong to q، اي rational number يبقى اكيد نتيجة التايمز بتاعهم برضو هتبقى belong to rational number. يعني معنى كده ان multiply always possible، يعني مفيش، طالما انت عندك النمبرز اللي بتعملها كلها rational، فلما تعملها تايمز برضو النتيجة بتاعتهم هتبقى rational number زيهم، وبالتالي يبقى multiply always possible. نمبر 2 الكوميوتيتيف، طبعا عارفين خلاص الكوميوتيتيف يعني لما تبدل الريزلت doesn't change، ما بتتغيرش، يبقى A تايمز B هي نفسها B تايمز A، يعني 2 اوفر 3 تايمز نيجاتيف 4 اوفر 5 هي نفسها ايكوال نيجاتيف 4 اوفر 5 تايمز 2 اوفر 3. نيجي للاسوشيتيف، A تايمز B تايمز A، يعني لما يكون عندك 3 نمبرز A و B و C مثلا وعاوز تعمل لهم تايمز، هتعمل منهم 2 نمبرز تايمز وتاخد الريزلت بتاعتهم تعملها تايمز الثيرد نمبر. الكلام ده سواء كانوا انتجر نمبرز
زي ما انت اتعلمت قبل كده. وحتى لو راشونال نمبرز يعني لو انا عايز اعمل 5 تايمز نيجاتيف 3 اوفر 2 تايمز 2 اوفر 7 ممكن تعمل ال 5 تايمز النيجاتيف 3 اوفر 2 واللي يطلع منه تعمله تايمز 2 اوفر 7 وممكن تعمل النيجاتيف 3 اوفر 2 تايمز 2 اوفر 7 واللي يطلع تبقى تعمله تايمز 1 اوفر 5 هي هياها نفس الريزلت ما فيهاش تغيير. بعد كده ال1 طبعا المالتيبليكيتيف ايدنتيتي ايليمنت. ال1 مالتيبليكيتيف ايدنتيتي ايليمنت يعني اني نمبر مالتيبلاي باي 1 ايكوال ذا سيم نمبر. يعني لما اجي اقول 1 تايمز 2 اوفر 7 هي هي لو قلت 2 اوفر 7 تايمز 1 في الاخر الريزلت زي ما هي ال2 اوفر 7. عشان كده ال1 بيقولوا عليه ايه مالتيبليكيتيف ايدنتيتي ايليمنت. بعد كده في عندي multiply any number by zero equal zero. اي نمبر هتعمله تايمز زيرو هيدي لك زيرو. تعال بقى نشوف بقيه البروبابيلتيز بتاعتي. بعد كده في عندنا probability مهمه جدا لانها ما اتقالتلكش بالمسمى اللي احنا هنقوله ده قبل كده. Existence of multiplicative inverse. Existence of multiplicative inverse. احنا كن الاسم multiplicative inverse ده اول مرة انت يتقال ليك. خلاص اول مرة يتقال ليك كلمة multiplicative inverse. كانت بتتقال لك وانت في ابتدائي اسمها reciprocal. ايه reciprocal ده؟ كنا حضرتك بتخلي النوميريتور يبقى denominator والدينومينيتور يبقى numerator. ده بقى اسمه مالتيبليكيتيف انفيرس. فبنقول لك اني راشونال نمبر بس اكسبت زيرو يعني ما عدا الزيرو بيبقى وليكن النمبر ده اي اوفر بي بيبقى عنده هاز مالتيبليكيتيف انفيرس بي اوفر اي اند ذير برودكت ايكوال 1. يعني اي اوفر بي تايمز بي اوفر اي ايكوال 1. علموك وانت في ابتدائي كده تروح قايل ايه انا هعمل دي مع دي سمبلسيتي وهعمل دي مع دي كده سمبلسيتي النتيجه تبقى 1. اهو ده كده اسمه مالتيبليكيتيف انفيرس للنمبر ده وده كده مالتيبليكيتيف انفيرس للنمبر ده. واي نمبر تايمز اكس مالتيبليكيتيف انفيرس ايكوال 1 على طول من غير ما تقعد تقرف في نفسك ولا تتعب في نفسك. بس اني راشونال نمبر هاز مالتيبليكيتيف انفيرس اي راشونال نمبر عنده مالتيبليكيتيف انفيرس اللي هو بتشقلبه تمام اكسبت مين زيرو. يبقى الزيرو هازنت مالتيبليكيتيف انفيرس. الزيرو ملوش مالتيبليكيتيف انفيرس. ليه طيب اشمعنى يعني؟ علشان ما ينفع ما فيش عندنا حاجه اسمها ديفايدنج باي زيرو وده اللي احنا قلناه في اول درس في الديفينيشن. خلاص طيب بص معايا كده يعني 2 اوفر 3 يبقى اكس مالتيبليكيتيف انفيرس ايه بقى؟ ها يبقى 3 اوفر 2. ولو عملت 2 اوفر 3 تايمز 3 اوفر 2 النتيجه تبقى 1. نيجاتيف 5 اوفر 7 يبقى اكس مالتيبليكيتيف انفيرس هتبقى نيجاتيف 7 اوفر 5. خلاص هيجي واحد يقول لي يا مستر لا دي المفروض تبقى 7 اوفر نيجاتيف 5. بص نيجاتيف 5 اوفر 7 هي نفسها 5 اوفر نيجاتيف 7 هي نفسها نيجاتيف 5 اوفر 7. يعني النيجاتيف تتحط هنا او تتحط تحت او تتحط جنبيها كل دول زي بعض وكل دول حاجه واحده. بس احنا ما بنحبش النيجاتيف تبقى تحت. طالما في عندك نيجاتيف تحت خلي النيجاتيف فوق بس بدلها يعني تمام. يبقى انا هنا بدل ما اكتبها 7 اوفر نيجاتيف 5 كتبتها نيجاتيف 7 اوفر 5 هي هي كتبتها ايه يعني النيجاتيف دي هتبقى تحت بس انا بدل ما اخلي النيجاتيف تحت خليتها فوق. مش انا لسه من شويه قايل لك ان نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف او هي نفسها بوزيتيف ديفايدد نيجاتيف في الاخر الاجابه نيجاتيف هو ده اللي احنا بنقول عليه ماشي. يعني اهو نيجاتيف ديفايدد بوزيتيف هي نفسها البوزيتيف ديفايدد النيجاتيف في الاخر الريزلت ايه نيجاتيف. طيب لو الراجل جايب لي 3 اوفر 3 اند 2 اوفر 5 وبيسالني على المالتيبليكيتيف انفيرس يبقى لازم تخلي لي دون يبقى امبروبر فراكشن اللي هو قلت لك تعمل 5 تايمز 3 بلس 2 يبقى 17 اوفر 5. يعني ال 17 اوفر 5 دي هي نفسها ال 3 اند 2 اوفر 5 وكده المالتيبليكيتيف انفيرس
of 3 and 2 over 5 يبقى 5 over 17. يبقى انما يجي واحد يروح قايل ايه يا مستر احنا هنخليها 3 and 5 over 2 يعني سيب ال 3 دي زي ما هي ويروح عامل ريسيبروكال لدي. لا غلط، لازم تخليهم بروبر فراكشن الاول وبعدين تجيب المالتيبليكيتيف انفيرس. يعني اللي هيعمل كده يبقى ايه؟ يبقى غلطان. طيب ال 3 دي المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعها ايه؟ طبعا احنا عارفين ان اي انتجر نمبر زي ده بيبقى الدينومينيتور بتاعه 1، يعني عارفين ان ال 3 دي معناها 3 اوفر 1، يبقى معنى كده ان انا مثلا المالتيبليكيتيف انفيرس هنخليها 1 اوفر 3. طب لو عندي 1 اوفر 5 يبقى المالتيبليكيتيف انفيرس بتاعها ايه؟ 5. واحد يقول يا مستر 5 اوفر 1، هي ال 5 اوفر 1 ايكوال 5، يبقى ليه نكتبها شكلها كبير؟ خلاص هي 5 اوفر 1 تكتبها 5. اهو مهم جدا بقى الزيرو هازمت مالتيبليكيتيف انفيرس، الزيرو ملوش مالتيبليكيتيف انفيرس. ليه؟ لان مفيش حاجه اسمها اوفر زيرو، وده اللي قلناه في اول درس. تعالوا بقى نشوف البروبابيلتي اللي بعد كده، اهم بروبابيلتي النهارده. نشوف بقى بروبابيلتي مهمة جدا 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 اسمها الديستريبيوشن بروبابيلتي. انت سبق اخدت برضو الديستريبيوشن بروبابيلتي دي قبل كده، فاحنا بنقولها لك تاني بس ايه بتطبق على الراشونال نمبرز. يعني لما انت اخدتها قبل كده برضو اللي هي كانت ايه؟ كنا بنقول مالتيبلاي ديستريبيوتس اوفر ادينج اند سبتراكتنج فروم ليفت اور رايت. تاني يعني ايه يا مستر الكلام ده؟ الكلام ده انت ما بتحفظوش، انت افهم بس. انا عندي الـ A وقوس جواه B بلس C او B ماينس C ما تفرقش. طالما ما فيش علامة مكتوبة هنا اعرف ان دي كده معمولة تايمز مع القوس. خلاص بقى، يبقى طالما ما فيش علامة هنا اعرف ان دي معمولة كده ايه؟ تايمز مع القوس ده. فقال لك ايه؟ قال لك هتاخد التايمز ده هتعمله تايمز مع كل اللي جوه القوس سواء كان بلس او ماينس. يعني هتروح قايل A تايمز الـ B وبعدين بلس A تايمز C لو كان فينا بلس. طب لو كانت ماينس هيبقى A تايمز B ماينس A تايمز C. وحتى لو كان الـ A هي اللي ناحية الرايت هي ما احنا ممكن نعمل كوميوتيتيف ونجيب دي الناحية دي ونطبق نفس الكلام ده، وممكن نعملها وهي كده هتجيب نفس الإجابة طبعا. يبقى الـ B بلس أو ماينس C تايمز الـ A، يبقى هتاخد الـ B تعملها تايمز الـ A وبعدين بلس الـ C تايمز الـ A، ولو ماينس نفس الكلام. وطبعا عشان كوميوتيتيف البي تايمز الاي هي الاي تايمز البي، السي تايمز الاي هي الاي تايمز السي، وهكذا. طيب اهم حاجه بقى مش انك تبقى فاهم البروبابيلتي نطق كده وما انتش عارف بتحل بيها ازاي، زي ما وريتك ازاي بتستخدم البروبابيلتيز في الادنج لازم برضو نشوف بتستخدم البروبابيلتيز ازاي هنا. بص معايا اقول لك يوزنج ديستريبيوشن بروبابيلتي فايند، يعني انا مش عاوز النتيجه مباشره، انا مش عاوز النتيجه مباشره، خلاص انا عاوزك تستخدم البروبابيلتي اللي احنا بنقول عليها هنا في السؤال اللي هي الديستريبيوشن بروبابيلتي عشان توصل النتيجة. يعني لازم الخطوات دي تفهمها. ها بص بقى كده السؤال بيقول ايه؟ بيقول لي عاوزين 5 اوفر 11 تايمز 6 اوفر 7 بلس 5 اوفر 11 تايمز 1 اوفر 7. تمام؟ طيب تعالى نشوف كده. 5 اوفر 11 هي اللي متكرره. بص يعني انت كده تقول ده دي كانت ال 5 اوفر 11 تايمز القوس جواه 6 اوفر 7 بلس 1 اوفر 7. يعني ايه بقى؟ ركز معايا في الحته دي، الله يبارك لك كده. دي الراجل عامل الديستريبيوشن واحنا بنرجعه قبل الديستريبيوشن. خلاص؟ الراجل جايبها معمول ديستريبيوشن احنا بنرجعها له قبل الديستريبيوشن كان شكلها ايه؟ لان احنا لما هنرجعها هتبقى اسهل في الحل. تمام؟ اهي بقت كده. مش ده كده لو انت عملت له ديستريبيوشن هيديك ده، يبقى السؤال جاي ازاي؟ السؤال ان الراجل عامل ديستريبيوشن وانت ايه بترجعه قبل الديستريبيوشن. فبقى بالمنظر ده هتروح في الخطوه اللي بعدها جايب النتيجه بتاعه جوه القوس سواء كان بلس او ماينس. فبقى 5 اوفر 7 5 اوفر 11 زي ما هي
اللي هي دي تايمز اللي مش مكتوبه هنا ودي كده طبعا ب 7 اوفر 7 فتبقى 5 اوفر 11 طبعا 7 اوفر 7 ايكوال ايه 1 واحنا لسه قايلين ان اي نمبر تايمز 1 بما ايكوال ذا سيم نمبر يبقى الاجابه تطلع في الاخر 5 اوفر 11 طب نشوف سؤال تاني 9 اوفر 17 تايمز 21 ماينس 9 اوفر 17 تايمز 4 المفروض انك خدت بالك بقى اهو تقول ده دي قبل الديستريبيوشن ده كانت 9 اوفر 17 تايمز قوس جواه 21 ماينس 4 الخطوه اللي بعدها هتروح قايل ال 9 اوفر 17 وتطلع الريزلت بتاعت البراكتس دي اللي هي طلعت 17 طبعا النتيجه النهائيه 17 هيعمل لها سمبلسيتي مع ال 17 تبقى الاجابه النهائيه ايه 9 طيب كمان سؤال ركز معايا في ده علشان في حته كده عايزك تاخد بالك منها ساعات بتبقى سبب في انك تغضب وانت بتحل ركز في دي 22 اوفر 25 تايمز 6 اوفر 11 بلس 5 اوفر 11 تايمز 22 اوفر 5 اوفر 25 ماينس 22 اوفر 25 ففي واحد شاطر هيقول بس خلاص انا عرفت ان ال 22 اوفر 25 دي هي اللي معمول لها ديستريبيوشن مع بقيه النمبرز دي تمام فهيروح كاتب ال 22 اوفر 25 بره ويقول هنا 6 اوفر 11 وبعدين ادي بلس وادي 5 اوفر 11 ويروح قافل القوس يبقى غلط ليه؟ يقول يا مستر ما خلاص خلصنا ما هي دي اهي وكتبنا دي ودي اهي وكتبنا دي ودي ما فيش حاجه جنبها يا مستر يبقى نقفل القوس اقول له لا ال 22 اوفر 25 دي معموله تايمز 1 بس عشان التايمز 1 ما بيغيرش النمبر فما هوش مكتوب فعشان كده لازم يبقى في مكانها 1 يبقى النمبر اللي معمول له ديستريبيوشن لو موجود لوحده مش معمول تايمز رقم او تايمز نمبر جنبه يبقى هنسيب مكانه 1 لانه معمول تايمز 1 وعشان كده بقول لك خد بالك من دي لانه هو في الحقيقه بقى ودي حاجه هنفهمها اكتر بعد كده ان شاء الله ان احنا بنعمل كل واحده من دول ديفايد ده وبنكتب نتيجه الديفايد ماشي دي حاجه هنقولها لكم بالتفصيل في درس تاني بس احنا ماشيين مع الكتاب امرنا لله يعني تمام هي المفروض ان النتيجه دي جت منين ان انا عملت دي كده ديفايد دي فدي اتلغت مع دي وفضلت دي وعملت دي كده ديفايد ديفايد دي ففضلت دي وعملت دي ديفايدد اتسيلف فيفضل 1 افهمها بالطريقه اللي تعجبك المهم انك لو لقيت النمبر اللي معمول له ديستريبيوشن موجود لوحده اعرف انك لما تعمل تيجي تحط مكانه جوه القوس تحط مكانه ايه 1 عشان ما تبقاش الاجابه غلط كده بقت القصه سهله هيبقى 22 اوفر 25 تايمز هنطلع نتيجه دي الاول هتبقى 11 اوفر 11 ماينس 1 يبقى 22 اوفر 25 تايمز الريزلت بتاع دي 1 ماينس 1 اللي هي 0 يبقى النتيجه النهائيه طلعت 0 طب يا مستر انا لو وصلت لحد هنا وطلعت نتيجه القوس ده مره واحده مفيش مشكله يا سيدي يعني مش لازم تقعد تكتب بقى 11 اوفر 11 وبعدين 1 ماينس 1 ممكن تروح مطلع نتيجه دي مره واحده 0 وتروح كاتب 22 اوفر 25 تايمز 0 ايكوال 0 برضه هيبقى كلامك مظبوط ما فيهوش مشكله عندنا خلاص تعال نشوف الاكزامبل ده برضه في حته كده تركه صغيره كده عايزك تاخد بالك منها 7 اوفر 12 تايمز 5 بلس 49 اوفر 12 ماينس 7 اوفر 12 تايمز 11 ايه ده بقى؟ طب احنا كنا متعودين هنا في نمبر كده بلاقيه معمول له ديستريبيوشن زي هنا كده كان ال 5 اوفر 11 زي هنا كده كان ال 22 اوفر 5 زي هنا كده كان ال 9 اوفر 17 هنا مفيش اقول لك طب ما انتش واخد بالك ان هو ال 7 اوفر 12 دي هي اللي متكرره يبقى لازم يكون دي فيها 7 اوفر 12 طب انا اتصرف فيها ازاي؟ ال 49 دي عباره عن ايه؟ عباره عن 7 تايمز 7 اقوم انا مخليها 7 اوفر 12 تايمز 7 او تايمز 7 اوفر 1 بص كده اعمل دول كده تايمز هتلاقيها 49 اوفر 12 فاحنا فككنا دي عشان يبقى ده كده معمول هو النمبر اللي معمول له ديستريبيوشن اللي احنا هنعرف بعد كده ان بيبقى اسمه كومون فاكتور هنعرف بعد كده ان بيبقى اسمه كومون
فاكتور. يبقى احنا فككنا دي عشان يبقى في عندنا 7 اوفر 12. كتبنا بقى هو خلاص المساله بقت عاديه 7 اوفر 12 تايمز طبعا هيبقى 5 بلس 7 اوفر 1 دي اللي هي 7 ماينس 11 بعد كده 5 بلس 7 اللي هي 12 يبقى 12 ماينس 11 اللي هي تبقى ايكوال 1 يبقى 7 اوفر 12 تايمز 1 ايكوال 7 اوفر 12. يا رب يكون فهمنا البروبيرتي دي مهمه جدا 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 وعمال اقول لك هيجي لنا شبهها بعد كده في اخر درس في الالجبرا عليك في يونت 2 هنعمل نفس القصه دي تاني بس هيبقى لها اسم تاني عندنا اسمه فاكتورايزيشن باي ايدنتيفاينج هايست كومن فاكتور هو هيها بالظبط. يعني انت لو فتحت كتابك دلوقتي وبصيت على الدرس ده ورحت جايب اخر درس في الالجبرا اللي هو اسمه فاكتورايزيشن باي ايدنتيفاينج هايست كومن فاكتور هتلاقي في مسائل شبه دي بالظبط وبتتعمل بنفس الطريقه دي فافهمها كويس لان دي مهمه جدا 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 ومن ضمن الحاجات اللي بتحتاجها على طول تبقى عارفها. وتعالوا نكمل درسنا. نشوف بقى مع بعضينا الديفيجن نفكر بيه برضو. الديفيجن لو عايزين نعمل A over B divided C over D الديفيجن بيتحول لتايمز وبنحط المالتيبليكيتيف انفرس بتاع الديفيدند يبقى A over B times D over C يعني الديفايدد بيتحط التايمز وبتحطه مكان الديفيدور دون المالتيبليكيتيف انفرس بتاعه وتعمل تايمز عادي. يعني مثلا نيجاتيف 2 اوفر 3 ديفايدد 5 اوفر 3 هتبقى نيجاتيف 2 اوفر 3 تايمز وحضرتك هتحط المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده اللي هو يبقى 3 اوفر 5 وتعمل التايمز بتاعك عادي. طبعا ممكن نعمل ال 3 دي مع ال 3 دي سمبليسيتي كده نكنسلهم مع بعض تبقى الريزلت نيجاتيف 2 اوفر 5. عندك مثلا 2 اند 5 ديفايدد 5 اند هاف لازم تجيب تحط لي كل واحد من دول على شكل الامبروبر فراكشن. طبعا انا عرفتك قبل كده ال 2 اند 5 دي يبقى 5 تايمز 2 بلس 1 فهتبقى 11 اوفر 5 ديفايد دي كده 2 تايمز 5 بلس 1 يبقى 11 اوفر 2 خلاص كده خليتهم فراكشن اهم. اروح جاي ادي 11 اوفر 5 الديفايد يتحول لتايمز واحط المالتيبليكيتيف انفرس يبقى 2 اوفر 11 كنسلنا ال 11 مع ال 11 تبقى الريزلت 2 اوفر 5. خد بالك A ديفايدد 0 هاز التيمينج مفيش حاجه اسمها ديفايدد 0 من ساعه ما بدانا المنهج بتاعنا واحنا بنقول الكلمه دي لكن ال 0 ديفايدد اني نمبر ايكوال 0 0 ديفايدد اني نمبر ايكوال 0 يعني لما اجي اقول لك 0 ديفايدد 5 دي كده تقول لي 0 لكن هنا لو قلت لك 5 ديفايدد 0 هتقول لي نوت بيلونج تو كيو مفيش. اكزامبل كده بقول لك اف اكس ايكوال نيجاتيف 3 واي ايكوال 3 اوفر 4 زد ايكوال نيجاتيف 3 فايند نوميريكال فاليو اوف ورحت كاتب لك اكس واي اوفر زد. اولا الاسئله اللي من النوع دون هو بدل ما الراجل يدي لك السؤال مكتوب اعمل كذا تايمز كذا بلس كذا ماينس كذا على طول جاهزه لا يقول لك ده الاكس ايكوال كذا الواي ايكوال كذا ما اعرفش زد ايكوال كذا ايه ايكوال كذا بي ايكوال كذا ويقول لك فايند كذا. كل اللي بتعمله انك بتشيل كل سيمبل من السيمبلز اللي هو من تلات وتحط النمبر اللي هو قايل لك عليه. يعني هنا دي اكس واي اوفر زد معناها اكس تايمز واي اوفر زد نشيل الاكس ونحط الفاليو اللي هو قايلها لنا اهي نيجاتيف 3 تايمز الواي يبقى تايمز هنشيل الواي ونحط بدلها 3 اوفر 4 والكلام ده كله اوفر الزد اللي هي نيجاتيف 3 بقت مساله عاديه. طبعا هنعمل التايمز ده هيطلع ال 3 دي هتتكنسل مع ال 3 هتطلع الريزلت بتاعته نيجاتيف 1 اوفر 4 الكلام ده كله اوفر نيجاتيف 3 الاوفر دي معناها ديفايدد يبقى كانها نيجاتيف 1 اوفر 4 ديفايدد نيجاتيف 3. طبعا احنا عرفنا ان ديفايدد بيتحول لايه؟ لتايمز وبنحط المالتيبليكيتيف انفرس بتاع ده اللي هو يبقى نيجاتيف 1 اوفر 3 رجعنا كده للتايمز يبقى النومريتور تايمز النومريتور هيديني 1 الدينومينيتور تايمز الدينومينيتور هيديني 12 تبقى الريزلت بتاعتك 1 اوفر 12. عايزك بقى تركز معايا وتاخد لي بالك من النوتس دي مهمه علشان وهنحتاجها كمان في يونت 2 ان شاء الله. اولا عايزك تاخد لي بالك كده مثلا انا لو قلت لك 6 ديفايدد 2 ايكوال 3
ده كده يا ابني بيبقى اسمه ديفيدند. اسمه ايه؟ ديفيدند. وده كده بيبقى اسمه ديفيزور. وده كده بيبقى اسمه كوشنت. تمام، الكلام ده مش جديد. فاجي اقول لك ايه؟ find a number multiply by 3 over 4 we get 5 over 8. ممكن السؤال يجي لك كده، يعني اقول لك مين النمبر اللي نعمله multiply، يعني نعمله times 3 over 4 we get 5 over 8، تبقى الاجابه 5 over 8. وممكن السؤال يجي لك على شكله كومبليت كده، اقول لك 3 over 4 times what equal 5 over 8، او اجي اقول لك what times 3 over 4 equal 5 over 8. بص، السؤال ده هو نفس السؤال ده، هو نفس السؤال ده بس مكتوب كلام. يعني السؤال ده اللي مكتوب كلام هو نفسه كده، هو نفسه كده، عشان احنا عارفين ان المالتيبلاي كوميوتيتف. كل دول كده اجابتهم حاجه واحده. طالما انت عايز اي حاجه، اي نمبر جنب التايمز، خلاص بتعمل ديفايدد. الريزلت هي اللي بتتعمل ديفايدد النمبر ده. الريزلت هي اللي بتتعمل ديفايدد النمبر ده. يعني اللي انا بسال عليه ده اهو هيبقى 5 اوفر 8 ديفايدد 3 اوفر 4. طبعا عرفنا 5 اوفر 8 الديفايد ده يبقى تايمز 3 اوفر 4 هتبقى 4 اوفر 3. طبعا هتعمل التايمز هتلاقيه طالع معاك 5 اوفر 6. كده حلينا مشكله لو في نمبر جنب التايمز عايزين نعرفه. طب لو في نمبر جنب الديفايدد، الديفايدد مش كوميوتيتف، يبقى هتفرق احنا بنسال على اللي قبل الديفايدد اللي هو الديفيدند، ولا هنسال على اللي بعد الديفايدد اللي هو الديفيدور. ده له طريقه وده له طريقه. تعال نشوف. بقول لك find a number divided by 2 over 3 we get 4 over 15. يبقى هو كده بيسأل على الديفيدند ده، لأن أنا بقول لك مين أعمله divided كذا يديني كذا، يبقى بيسأل على الديفيدند أهو. يبقى السؤال ده كده هو ده، مين يتعمل divided 2 over 3 تبقى الريزلت 4 over 15. الديفيدند بيبقى عبارة عن الديفيزور تايمز الكوشن. الديفيدند ده بيبقى ده تايمز ده اهو. بص لو خدت بالك هنا اهو 2 تايمز 3 ادينا 6. خلاص كده يبقى النمبر اللي احنا عايزينه هنا هنعمل دول كده تايمز 2 اوفر 3 تايمز 4 اوفر 15، طلعت الريزلت 8 اوفر 45. طب هنا بقى find a number if dividing 3 اوفر 7 by 8. خد بالك بقى we get 6 اوفر 14. ممكن يجي لي يقول لي find divisor if dividend 3 over 7 and quotient كذا، زي ما هنا كده برضو كان له طريقتين في السؤال. يعني ممكن يقول لي find a number divided by كذا ويجيب كذا، وممكن يقول لي find the dividend. انا قلت لك هنا بقى هو عاوز يسال على الديفيزور. خلاص، فيا اما يقرا السؤال كده يا اما يبقى كده، يا اما يجي لك على شكله كومبليت بالمنظر ده. الديفيزور بقى بنجيبه ازاي؟ بيبقى الديفيدند ديفايدد الكوشن. الديفيزور بيبقى الديفيدند ديفايدد الكوشن. يبقى الديفيدور اللي احنا عايزينه هيبقى 3 اوفر 7 ديفايدد 6 اوفر 14، يعني 3 اوفر 7 تايمز 14 اوفر 6. طبعا في ناس شاطره هتاخد بالها ان في هنا سمبليسيتي كده ممكن يتعمل يطلع النتيجه، وفي ناس مش هتاخد بالها وهتعمل التايمز. الشاطر هيقول دي ممكن اعملها ديفايدد 7 تديني 1، ودي كده ديفايدد 7 تديني 2، ال 3 ديفايدد 3 تديني 1، ال 6 ديفايدد 3 تديني 2، وال 2 ديفايدد 2 تبقى ايكوال 1. ممكن واحد يعمل كده لو انت استعنت بالكالكوليتر، برده مفيش مشكله. اهم حاجه جزئيتين اتقالوا في الدرس النهارده، ازاي بتعرف تعمل التايمز بايدك، ازاي بتعرف تعمل الديفايدد بايدك، الشويه النوتس دول والديستريبيوشن بروبابيلتي، دول حاجات مهمه مستمره معانا، حاول تركز عليهم كويس. ونتقابل على خير ان شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.